الدرس الثالث من دروس المستفادة في قصة جمال خاشقجي: إلى متى سنصدق كذب السلطة حول الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات والتصفيات الجسدية؟ لحد إمتى؟ بل في كل البيانات الرسمية، لماذا يصر بعضنا على تبرير جرائم السلطة وتحمل وزر الدماء والأعراض؟ لماذا لا نصدق إلا والنار تحرق أجسادنا؟ الدرس ده مستفاد جدا، لأنه الحقيقة السعودية لما أنكرت في الآخر أو في الأول وقالت ده جه وخرج، طلعوا كلاب السكك وحراس السلطة من الكلاب الجدد طلعوا برروا خرج، وكانت الزيطة كلها رواية السعودية، سواء كانت سعود القحطاني الله يجحمه أو كانت محمد بن سلمان إن شاء الله يحصله. طلعوا كلاب السكك في الوطن العربي، سواء في دبي أو أصلي أبو ظبي أو في القاهرة أو حتى في ليبيا، طلعوا يقولوا أيوة الرواية دي صح، ده جو خرج. زي بالظبط اللي بيحصل في مصر. لحد إمتى هنفضل نكذب أو نصدق روايات الدولة في إن مفيش معتقلين ولا في تعذيب في السجون وإن الحياة بقالولها بامبي؟ لحد إمتى؟ لحد إمتى مش هنصدق غير لما النار توصل لحد عندنا إحنا وتحرقنا؟ لحد إمتى هتفضلوا كده؟ وفي الآخر هتعترفوا زي السعوديين دلوقتي، السعوديين اللي فضوا يدوروا في فلك سعود القحطاني وينكروا الروايات دي، زي أحمد موسى وغيرهم فضلوا ينكروا الرواية، بل بالعكس لبسوها القطر والتركية. النهاردة دول حالتهم الحقيقة ربنا ما يوريك، لأنهم مطالبين بأنهم يلحسوا كل الكلام اللي قالوه في الأول ويعترفوا بأن جمال قتل داخل القنصلية، وأن اللي قتلوه سعوديين، وأنها ما كانتش مؤامرة قطرية تركية، وأن الحملة الدولية من الصحافة ما كانتش مؤامرة دولية على تركيا على السعودية، وأن اللي احنا قلناه والعالم كله قاله في الأول كان حقيقة. الراجل قتل داخل القنصلية. اتفرج النهاردة على منظر الزبالة أحمد موسى والزبالات اللي في السعودية أو في الإمارات، النهاردة شكلهم عامل إزاي؟ عادي جدا، شكلهم زي بالظبط، مش هتكلم، أكيد أنت عرفت التشبيه، شكلهم زي ستات الشمال اللي بتقعد عادي جدا عارفة انها شمال. شكل كل الاعلام المصري والاعلام السعودي والاعلام الاماراتي شكله بالظبط زي الراقصات، بيدافع عن كل رواية بدون خجل. السؤال بقى لحضرتك في مصر، يوما ما هتتكشف جرائم السيسي وكل اللي انت كتبته وانكرته مشا وراء السيسي هيتفضح، شكلك وقتها يبقى عامل ازاي؟ اتعلم الدرس ده.